يقول السائل: عندي أخت تزوجت من رجل، وكان الذي تولى زواجها أخ لأم أحد أبنائي عمها لأب، مع العلم بأن إخوانها الأشقاء وعمها متوافرون، ولكنها خافت أن يعترض بعضهم لأنها جلست طويلا بعد زواجها الأول، فما حكم زواجها؟ الأخ لأم ليس وليا، لكنه قال أنه ابن عم، وأخ لأم لكنه ابن عم، فيكون عاصبا. ولكن ما دام فيه إخوة أشقة أو لأب فهم أقرب منه للولاية وأحق بالولاية، ولا يأتي هو إلا إذا لم يوجد، إذا لم يوجد الإخوة وبنوهم ولم يوجد الأعمام، يأتي دور ابن العم في الولاية، فهو زوجها وهو غير ولي، فهذا العقد يعرض على القاضي أو على المفتي من أجل إعادة العقد على الوجه الصحيح. نعم.